انتبه لها. ومثل ما قال الإنسان إيه بعرفها بعرفها، بيكون هو قفل على نفسه باب الاستفادة. فتحملونا شوي وإن شاء الله ما بتطلعوا إلا مسرورين ومبسوطين إن شاء الله. المبحث الأول النون والميم المشددتان، قاعدة بسيطة جدا، يعني هي عادة من أول ما يعلم في التجويد أنه كله يجب على القارئ عند النطق بنون أو ميم مشددتين تطويل الغنة التي فيهما أكمل ما تكون. أكمل ما تكون يعني أطول ما تكون، طبعا لها مقدار سيأتي معنا بعد قليل. نحو من الجنة والناس ولكن الله سلم حمالة الحطب في اليم ولا. أمر بسيط جدا. ببحث اللي بعده أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة كما نرى على اللوحة الإدغام الإخفاء الإظهار. لماذا أخر الإظهار؟ عادة بالنون الساكنة والتنوين نبدأ بالإظهار. لماذا أخر الإظهار؟ لأنه هو الأكثر، يعني هو كما تعلمون أن الميم الساكنة تدغم عند مثلها وتخفى عند الباء وتظهر وين؟ عند بقية الحروف، من شان هيك أخر في البحث. الحكم الأول الإدغام، تقدم تعريف الإدغام اللي مر معنا اليوم، إيصال وحرف. هذا بتكون تحفظوه مثل الفاتحة. كيف حافظين الفاتحة؟ بتكون تحفظوا تعريف مين؟ الإدغام والإخفاء. مر معنا من شوي الإدغام، إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني أو من جنس الثاني، يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. تدغم الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الميم مع تطويل الغنة أكمل ما تكون. نحو لكم ما لهم من، فهنا التقى ميمان يعني متماثلان. الحكم الثاني الإخفاء. الإخفاء ما تقدم معنا، هي أول مرة بيمر معنا تعريف الإخفاء. الإخفاء في اللغة إذا قيل أخفى فلان شو يعني؟ أخفى كذا، ستره، ستره عن الأنظار يعني عن الأبصار. الإخفاء لغة الستر، واصطلاحا هو نطق بصفة، عفوا نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام. هذا كلام عام سوف يمر معنا شرحه إن شاء الله. ركزوا شوي واحفظوا تعريف الإخفاء كما تحفظون الفاتحة مثل الإدغام. نطق بحرف، طيب كيف؟ بصفة يعني بحالة بين الإظهار والإدغام. حيجي معنا تفصيل هالكلام المجمل، شو معنات بين الإظهار والإدغام؟ حفظناها منذ أن كنا صغارا، حفظونا يا دي 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 دي، ومنعيدها والتطبيق في وادي والتعريف وين؟ في وادي. بدنا يكون نحن نطقنا مطابق لمين؟ للتعريف الأئمة رحمهم الله. بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد. الإخفاء عار عن التشديد بخلاف مين؟ الإدغام، مع بقاء الغنة في الحرف الأول. مع بقاء الغنة في الحرف الأول سيأتي معنا إن شاء الله شرح هذا الكلام، لكن الآن نحفظه. نطق الإخفاء هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. الحكم الثاني من أحكام الميم، تخفى الميم الساكنة بغنة، تخفى بغنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الباء. نحو ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين. طيب قلنا عن تعريف الإخفاء أنه بصفة بين الإظهار والإدغام. أيها الإخوة، لما أنا أقول مثلاً عليهم ولا غير الفاتحة، أقول غير المغضوب عليهم ولا هم ولا هم وميم ساكنة بعدها واو، هم ولا، هذا شو اسمه؟ إظهار، أليس كذلك؟ طيب هذا الإظهار فهمناه.
الميم مستقلة تمام الاستقلال عن الواو. طيب والإدغام مر معنا من شوي، لكم ما كسبتم مثلا، لكم ما التقى في النطق إيش؟ ميمان، الميم الأولى ساكنة والثانية متحركة، فندغم الميم بمعنى كما ذكرت لكم، نطبق على الميم الأولى لكم، هذه مين الأولى؟ كم ما، لما بقول ما هذه مين؟ هذه الميم الثانية. طيب المروي لنا أنه عند بعد ما ننطق الميم الساكنة نمط الغنة تأكيدا على وجود هذه الميم الأولى، لكم ما، هذا شو اسمه يا شباب؟ الإدغام. عليهم ولا، هذا إيش؟ الإظهار. طيب بالنسبة للإدغام في غير الميم، لما بيكون مثلا عندي مثل ما مر معنا اليوم بإدغام الحروف، مثلا بقول لقد تاب الله، لقد تا، لقد تا، أين الدال؟ أيوة. إذن في الإدغام كما قلنا في تعريفه إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني أو من جنس الثاني، واضح؟ هذا الإدغام. بالإظهار صوت الحرف الأول مستقل تمام الاستقلال عن صوت الحرف الثاني. طيب اتأملوا لي الآن هذه الكيفية، ترميهم بي، هم بي، كم طبقة طبقت الشفتين؟ ترميهم بي طبقت طبقة واحدة، أطبقت الشفتين على ميم وجافيتهما عن مين؟ عن باء. هذا العمل يشبه مين؟ يشبه الإدغام، لأن الإدغام يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. طيب ترميهم، لحد الآن شو عم تسمعوا؟ ميم بي. الآن شو سمعتوا؟ باء. في دمج بين الصوتين؟ في دمج؟ إذن صوت الأول مستقل عن صوت الثاني يشبه مين؟ يشبه الإظهار. لما أنا بظهر الأول، لما بقول في الفاتحة عليهم ولا، هم ولا، صوت الميم منفصل تماما الانفصال عن صوت الواو التي بعدها، وكذلك صوت الواو مفصول عن صوت الميم، كل ما في الأمر أنهما تجاورا. لكن لما بقول ترميهم بي، هم بي، صوت الميم مستقل عن صوت الباء يشبه الإظهار. هم بي الشفتان انطبقتا طبقة واحدة على ميم وعلى باء يشبه. هل فهمنا معنى أن الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام؟ هل فهمنا تعريفه في هذا الموضع بالذات؟ نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، يعني بيشبه الإظهار ويخالفه، وبيشبه الإدغام ويخالفه. انتبهنا؟ عار عن التشديد. شو معنات عار عن التشديد؟ يعني ما في دمج بين الصوتين. صوت ترميهم الميم هنا مستقل عن صوت إيش؟ بحجارة، صوت الباء يعني، عار عن التشديد مع بقاء الغنة وين؟ في الحرف الأول. ترميهم في غنة ولا ما في؟ بي في غنة؟ ما في. بالباء في غنة؟ هل أقول ترميهم بي؟ ولا ترميهم بي؟ فالغنة بقيت محصورة وين؟ في الحرف الأول. انطبق تعريف الإخفاء ولا ما انطبق؟ انطبق. انتبهنا كيف؟ هل كلام له تتمة؟ سأرجئه قليلا لما بنتكلم على إخفاء النون إن شاء الله. شكل الشفتين كما نرى على اللوحة، شكل الشفتين عند نطق الميم المخفى ويكون بانطباقهما على بعض دون مجافات، اللي الآن بيسموها فرجة، أو ولا كز. الكز إخواني كلاتنا بالعامي بنستعمل كلمة الكز بمعنى الضغط الشديد، يعني عرفت؟ يعني أنا لما بعمل مثلا إيدي على بعض هيك ما بيقول عم يكز إيدي، لما بعمل هيك بشد شو بيقولوا؟ حتى بالهي عادة تستعمل على بالنسبة للأسنان، بيقول لك عم يكز على أسنانه، تسمعوها هالكلمة هاي؟ عم يكز شو معناها؟ يعني مو بس إنه عم
صوت الغنة يتموج، اللي بيسموه بالغناء بيسموه العرب. العرب بضم العين وفتح الراء، عرب، بيقول لك هذا عم يجيب عرب، يعني عم يموج صوت الغنة كما يموجون صوت المدود. إذا موجوا صوت المدود هذا بيسموه ترقيص أو بيسموه ترعيد للصوت. تبهنا كيف؟ في الغنة نفس العمل، شو بيسموه؟ عرب، أو بيسموه تطنين النونات. تطنين النونات بيعتبروها للمدح، بيقول لك فلان ما شاء الله بيجيب عرب جميلة. شو يعني عرب؟ يعني بيجيب غنة من أنفه مع الميمات والنونات، غنة متموجة. انتبهنا؟ مما يعين على هذا التموج الضغط على الشفتين، فلذلك نهى الأئمة عن ذلك. وليحذر القارئ من كز الشفتين على الميم المخفاة عند الباء، عرفت شلون؟ فليسكن الميم بتلطف من غير ثقل ولا تعسف. هاي العبارة استخدموها كثر من المصنفين، كثر استخدموا هذه العبارة ونهوا عن الكز وليس عن الإطباق. وفرق بين إطباق الشفتين وبين إيه؟ بين كز الشفتين.